بسم الله اخوان، السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. هنا كان المبيت نتاعنا في دمنات حدا مغاره ايميني فري، واحد لوجيت هو رياض ماشي جيت. راني نوريتكم فين كنا بايتين. هو رياض طلبنا منه باش نباتو نديرو الكومبينغ لداخل، قالك مرحبا وداك الشيء غراتوي. والان راحنا خارجين ان شاء الله الطريق نتاعنا نديرو القنطره ديال ايميني فري، ومن بعدها نمشيو عند في لي تراس ديال لي ديناصور البارك مكون. صافي شكرا. المهم بغينا نودعو مول هذا الرياض، ما لقيناش، لقينا غير واحد بنت في لا ريسيبسيون راه قال لها شكرا، داك الشيء كان غراتوي باطل. ودابا غادي نمشيو ان شاء الله للقنطرة الطبيعية ايميني فري. ونمشيو للبارك مكون عاوتاني عند آثار ديناصورات. كاين المخيمات هنا بزاف والقهاوي بزاف على الجهد، يسافي يقدر يبات ولا يقدر يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى، راه هنا موجود بزاف القهاوي والرستورويات وداك الشيء بحال الحدائق هما. قهاوي على الجهد هنايا. هي القنطرة الواد راه كيدخل بهذا الجهة وكيخرج منها لتحت. وي مسيو صافي تصورت وتردها له في الحين، بصحتك يلا روح. هذه هي قصب التوريرت، ومن هي كاين استوديو ديال السينما. بالنسبة لهذا القصبة ولا قلعة باشا قلاوي، ملي مشينا ندخلو قال لك 20 درهم لواحد، وقال لك ما بقاش فيها متحف، بقاو غير الحيوط، غادي تشوفوا غير الحيوط. ما عندنا علاش غادي ندخلو تما نشوفو حنا غير الحيوط، كنا بغينا نحوسو ونشوفو الآثارات والمتحف وذاك الشيء. لور غادي نصوروها غير هكا على برا. ها هي هي هذه، نقربو من جهة الباب باش نوري لكم الباب تاعها عاوتاني، ونزوميو على واحد المتحف راه ثما لداخل. ها انتم هذا الشيء اللي كاين، اللي هي الباب هذا هو القصر. كاين هذا المدفع هذا اللي كان هنا قديم. هذا الشيء اللي كاين في القصبة هذه وصافي. ها الحيط قال لك غادي تدخلوا ما تشوفوا والو غير الحيوط، رحنا شفناهم غير من الله يجعل البركة.
ونصوركم الاجواء ديال المدينه كامله وسموكي هنا فيها. طلعوا فوق هذه الخشبه هنا باش نصوركم القلعه من بعيد. هذه تعاونيه القصبة نسيج الزرابي والحنبل. منا تشدها كومبلي ها. انا منا غادير واحد الصوره مع قصبة تاوريرت. هادي زوينة الصورة من هنا. هادو الدواب ديالنا راه محطوطين هنا تبارك الله. من بركان حتى ورزازات على الدراجة النارية. هذا الركتعين عمي فتحت الدراجات معليش.